تمام في تمام سؤال على الفيسبوك، هو ايه دور القادة والخدام في الكنائس في تشكيل الأطفال؟ عشان هي بتحس ان القادة ليهم دور أكبر في الموضوع ده، والكنيسة ازاي تتعامل معاه. اوكي، انا بشوف على انه رقم 2 القادة والخدام، لكن رقم رقم 1 2 البيت اي بلا شك. رقم 1 البيت، رقم 2 القادة والخدام. فرقم 2 القادة والخدام لازم يكون في اعداد للخدام، مش بس مظبوط اعداد على الكتاب المقدس والحياة الروحية وتاريخ الكنيسة، ده رقم 1 لابد منه يكون في اعداد في الحتة دي. لكن كمان يضاف الى هذا الاعداد المشاكل الجديدة اللي ظهرت في المجتمع، ازاي نحطها في المنهج بتاع مدارس الأحد، المنهج بتاع الشباب، نبتدي نعلمها للولاد، لأنه الولد كمان والبنت في المدرسة بيتعلموا شيء آخر. تمام صحيح. فلو سيبنا الحتة دي فاضية من غير ما ندي البديل، والبديل يعطى بطريقة تتناسب مع الطريقة اللي بياخدوها في المدرسة. أنا هقول مثل عالمي، زمان مثلا كان في الأغاني كان الناس الكبيرة مثلا عبد الحليم وأم كلثوم، لما بيظهر شخص نشاز المجتمع نفسه بيرفضه، ما بيقبلوش، لأنه في قامات معينة أو موجودة ده المستوى. صح، أيام الأبيض والأسود. أيوة، لكن دلوقتي مثلا لما بيقى ده النموذج الموجود، خلاص اختلط الحابل بالنابل. النابل. فعودة للحتة اللي كنا بنتكلم فيها، وهي المستوى بتاع إعداد الخدام لازم يتناسب مع الجيل ده. مش هكلمه عن الطريقة القديمة، خلاص دلوقتي الشباب مش عايز عبد الحليم ولا عايز أم كلثوم، عايز حاجة تانية مختلفة تماما. ليه؟ عشان عنده ثقافة تانية مختلفة، بالمناسبة في كل مكان مش بس هنا. طيب أنا مفروض إذا الخادم ده، وفي خدام رائعين حلوين جدا، أنا عن نفسي شخصيا بتعلم منهم، لازم كل الخدام اللي بيخدموا الولاد والشباب يكونوا على مستوى التحديات الموجودة برا. ما بينفع الطريقة القديمة ولا طريقة الشرح القديمة، لا، الطريقة اللي موجودة اللي بياخد بيها في المدرسة يكون موازية للطريقة اللي هياخد بيها. عشان كده أنا جبت المثل بتاع الغناء زمان ودلوقتي، موازية للطريقة دي. لكن لو مش الكنيسة ولا الطريقة بائسة ولسه بيقولوا نفس الطريقة القديمة مش بروكن روكر. بتاعته، هو اتعلم على طريقة حوار ونقاش، ومجموعات بتتقسم مثلا في الفصل وبيناقشوا فكرة ويجي يتجمعوا مع بعض. دي فكرة حلوة، ليه ما تتطبقش في الكنيسة؟ انه تتعمل مجموعات. انا مش عايز اقول انا بس، يعني انا بعمل الطريقة دي من سنة 85، 1985 كنت بعمل دراسة كتاب في السودان بهذه الطريقة، اقسم مجموعات، كل مجموعة تاخد شيء معين، بعدين نجمع المجموعات دي، وكل مجموعة وصلت لإيه؟ آسف، 86 عشان أكون دقيق. فده الطريقة الحديثة في إنه إحنا نتكلم مع الأولاد بالمستوى اللي هم بيسمعوه برا، ويكون طريقة علمية أكاديمية حلوة، يقدروا يستوعبوا منا الكلام اللي بيتقال، وتتعالج بعض المشاكل حتى لو مش كلها.